بيتكلم جزء مصر سبيكا جزء الشوبر، ولكن زي ما كنت وضحت لكم في جزء تاني مهم المادة دي سمعت لنا ان احنا بنتكلم عنه الجزء في عدد كبير من البيشن كده مس دياجنوز نتيجة ان احنا ما بنفكرش فيه الاندر لاين كوز السبب سؤالنا عندنا وركزنا على الماسكوس دي كوزس وشو ده ويقول يعني ايه ديفرنشال دايجنوزس او زي ما بيسموه دي دي اكس. ديفرنشال دايجنوزس يعني ان انا اجيب نسبه احط فيها كل الاسباب او كل المشاكل اللي تشترك في نفس السايت. خلاص؟ يبقى ديفرنشال دايجنوزس هو ليست اوف بوسيبل كونديشن ذات شير ذا سيم سيمتومز. خلاص؟ ليهم نفس الاعراض فبنحطهم كلهم. انا عندي الم في كتفي. يبقى انا محتاج انا عندي الم في كتفي يوم مره، انا عندي الم في روح الكتف. كل الاسباب اللي ممكن تكون بتؤدي لده لو حطيناها بشكل مجمع وبدات هيكسكلود يبقى انا كده بعمل ديفرنشال دايجنوزيس. خلاص؟ طيب يبقى هي البروسيس اوف ديفرنشيشن كده وده شكل مختلف الديفينيشن بتاع كلمه ديفرنشال دايجنوز. ازاي ديفرنشيت ما بين انا عندي نفس العرض احاول ادور على حاجات اخرى غير الاعراض في الظاهره او حاجه زي ما هنشوف بعد كده اسوشيتد ساين سيمبتومز ممكن تخليني اروح ناحيه الاتجاه ده او اروح ناحيه التشخيص ده وابعد عن ده. خلاص؟ طيب السلايد دي هي سلايد من المحاضره كانت بتتم الاول عشان برضه نفتكر او ما ننساش الماسكوس كيتا كوزز اوف شولدر بين. طيب لازم وانا ببص على البين نبص على الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده الاجريفيتد فاكتور ان ريليتد فاكتور او بنسميها الليفيتد فاكتورز مكان البين ده فين؟ خلاص؟ كل دي حاجات ممكن تغير او تبدا تنارو السكوب بتاعك او تقلل الليسته اللي انت حاطط فيها 10 من يصبحوا 5 الى ان تصل الى ايه؟ التشخيص الدقيق. طيب لما اجي ابص على حاجه مثلا زي الاجريفيتنج فاكتورز احنا ستيل بنتكلم عن ماسكولوسكليتال شولدر بين واجي اشوف انه مع الاليفيشن اوفر هيد ها لما يبقى حد موضوع الم في روح الكتف يقول لك ما برتاحش غير لما احط ايدي ها فوق راسه كده يبقى بتوقع التنشن جاي على مين؟ واحنا لسه بنقول ايه ديفرنشال دايجنوز يعني انا محتاج بعد كده اكمل الانفستيجيشنز بتاعتي ولكن لازم ده يبدا ياخدني لسكه معينه. خلاص فده ممكن يبقى سيرفايكوجينيك كوز اوف شولدر بين. طيب لما البين ريليف مع الكلب سبورت دايما الهاندل ده او وضع الفاسر ده يشد على الاي سي جوينت يشد على التندل. خلاص فالعيال اللي يريحوا اللي يبقى سبورت دايما شك في الاثنين دول برضه. خلاص طيب البين اللي يريليف مع ايه؟ يقول لك حاسس ان دراعي معلق يعمل كده اهو يسمع كلاك يحس ان دراعي ده دايما عيان عنده مشكله فين؟ ها؟ في ممكن يكون internal derangement او instability او subluxation في الهيومرال جوينت. خلاص؟ طيب البيز اللي بيريليف مع الديستراكشن بوسع السبكرويال سبيس حتى وانت بتست مش عايز تفرق ما بين السبكرويال بيرسايتس والانفيجمنت او البايسيتال انا اسف او السوبرا سبايتس تندنايتس او تندنوبتي بتقدر تفرق ما بينهم ان انت تعمل الجلايد وبعده تعمل التست. لما تعمل جلايد وتعمل التست ويطلع نيجاتيف في الغالب ده ايه؟ بيرسايتس. خلاص؟ اللوكيشن اوف بين طبعا احنا قلنا ان الزون اللي بيظهر فيها الم الكتف سواء كان ماسكوس كليتا او فيسرال بين في نفس المكان. خلاص دايما
الجزء الانتيرور او الانتيرولاترال بتاع الشولدر. ولكن يعني لما بنلاقي البين دي راديت نكمل معايا تحت مستوى الالبو فانا كده المعلومه دي تبقى رايحه ناحيه برضه لغايه مش بقول تشخيص بقول المعلومه دي توديني ناحيه ايه؟ نادي كالوبس صح؟ طيب طبعا الانتيريو شولدر بين ده مش بس بايسيبيتال تندرايس لكن المانجمنت سوبر سبيس المانجمنت بايسيبيتال تندرايس يعني انتيريو امبانجمنت انتيريو انترنال امبانجمنت البوستيريو انترنال امبانجمنت بياخد لي فين؟ يبقى في البوستيريو الاسفل بتاع الجنين خلاص؟ طيب تعالى نخش على موضوع النهارده احنا بنتكلم على ها الاسباب الاخرى او الفيسرال كوزز اوف شولدر بين. طيب مهم عشان ادور على الفيسرال كوزز او الديفرنشال دايجنوزز بتاع الشولدر بين ان انا اراجع الباست ميديكال هيستوري بتاع العيان. خلاص؟ يبقى انا هعمل دلوقتي ليست او تيبل لكل اسباب الشولدر بين او النون ماسكولو سكليتال كوزز اوف شولدر بين. مهم ان انا وانا بسمع العيان او بسمع الهيستوري بتاعت العيان اي معلومه من دول او اي كومبلين من دول تخليني دايما عندي شك انه قد يكون الالم نتيجه فيسرال كولج. لما نيجي نبص على الكانسر هل الكانسر ممكن يعمل لي شولدر بين؟ اه لو في عندي ميتاستاسيس حوالين السيرفايكال فيرتيبرا او سيرفايكال كورد تيومرز كل ده ممكن يعمل بين يعمل شولدر بين. طيب الشيست وانت بتشخص العيان بتاعك او بتعمل له البامبيشن لما تلاقي الليمف نودز انلارجد ليمف نودز تحت الاكزيلا والكلام ده طبعا انت عيان الكانسر مش ده الحاجه الوحيده اللي هتعرفها منه انت في عندك حاجات اخرى بس انت ده اللي بيشدك انت كواحد السبيشاليتي بتاعتك ماسكلو سكليتال ان انت تبدا تفكر في الكوز الثاني خلاص؟ لكن اتفضلي هو عيان عنده مشكله في الليمف نودز مفيش حاجه بتبقى مثلا في المنفي نفسها او وجعان تدل ان ممكن يكون ورد انفلاميشن لا يعني اصلا مثلا هو عايز يشتكي من شولدر بين مثلا لو مش فاكره حاجه غير شولدر بين تمام فمفيش حاجه ترفلكت ان هو المشكله في الليمف نود في الليمف نود نفسها يعني اعرفه غير تبقى اللارج وانا بعمل بامبيشن يشتكي من مكانها نفسها لا العيان مش دايما بيتبرع ان هو يديك المعلومه لازم انت اللي تدور على المعلومه لازم انت تنهي التقييم بتاعك بكل الاسئله الممكنه والغير ممكنه. هل حضرتك ما عندكش اي مشاكل صحيه اخرى مالهاش علاقه بالشكوى اللي انت جاي تشتكيها النهارده حددت بيها مؤخرا او في الفتره اللي فاتت؟ هيقول لك والله ده كان في واحد كده ساعتها يلا ندور ونشوف. الهدف من المحاضره النهارده مش ان احنا نقول لكل العيال اللي جايين عياده الاورثوبيديك هم اصلا ليهم اسباب اخرى ولكن انت لو فضلت تشتغل على الم سببه بس ما هيعمل لك مثل ديجنوز هيخليك تشتغل بشكل غلط ومش هتعالج العيان بتاعك. طيب نكمل ايه تاني انواع الكانسر اللي ممكن تعمل لي زي ما قلنا الليمف نودز الميتاسس في الثوراسيك سباين. مهم عيان الكانسر تلاحظ الاتي اولا يكون في هيستوري يعني انت لما يجي لك عيان او عيانه هي عامله ماستكتو وجايه شوكه فيه لازم تبقى حته الكانسر دي او المالجنسي حاضره في كل حاله انت بتشوفها على العيان. خلاص؟ طالما هو ده مش بس كده انت لو الفاميلي هيستوري لو انت بتاخد الفاميلي هيستوري وعرفت ان هما لانه التيومر من الحاجات اللي ايه؟ اللي فيها جزء جيناتيك. خلاص؟ لو في uncontrolled او sudden loss في الويت خلاص احنا في خلال الشهر اللي فات نزلت الوزن بشكل sudden غير مبرر خلاص
طيب مش كل واحده من دول لوحدها، لكن كل دول مع بعض. ماشي، عشان ما حدش يبدا يعني يهاجس مع كل حد تشوفوه او كل حد يشتكي لكم مثلا. مهم زي ما قلت حتى واحنا في الامتحان كنا بنناقشنا في ده، ما تستعجلش، خد كل الداتا. وانت مش دورك انك انت من اول نظره العيان يجي يعترف ويقول لك انا عندي ايه. خد وقتك خالص، اعمل كل الانفستيجيشنز خلاص. طيب البنكرياس كانسر، كل دي حاجات ممكن تعمل لي. البين برضو بتاع الكانسر دايما بيرسيستنس بين، يعني هو بين مش بيريجريس، ومفيش حاجه ولا بوزيشن معين يريحه. خلاص، يبقى هيستوري مع مع ريزيستنج بين مع صدر لوس في الويت مع هيستوري اوف مالجنسي مع فاميلي هيستوري اوف مالجنسي، كل دي حاجات تخليك ايه تروح ناحيه ال النيوبلاستيك كوز. طيب كارديو فاسكولار، في اسباب كارديو فاسكولار ممكن تعمل لي شولدر بين او ثوراسيك او ليد سندروم، ودي احنا يعني من ضمن التوبكس اللي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل. طيب الاسباب الكاردياك، الانجينا تعمل لي شولدر بين، الكابج اللي هي الكرونري ارتري باي باس جرافت تعمل، خلاص بكتيريال اندوكاردايتس الحاجات اللي تعمل شولدر بين، اورتيك انيوريزم. ندخل على البلمونري، البلمونري امبوليزم، التوبركلوزس. خلاص كل من دول ومع كل معلومه طبعا انت السبيشاليتي بتاعتك بورسوبيليك، ولكن انت مش بتعمل ده النهارده عشان تشخص العيان. يعني انا مش اول ما لقيت ان هو عنده سيفير بيرزستنت بين وهو ما يعني كان عنده هيستوري اوف نيو بلاد اوف مالجنسي اقول ده كده كانسر. انت كهيستيرابيست بتتعلم الديفرنشال دايجنوزس عشان في الوقت المناسب تريفير. خلاص لما تشوف ريد فلاج او يلو فلاج، يلو فلاج تهتم، ريد فلاج تحول فوق. خلاص البالموري امبوليزم، التوبركلوزس. التوبركلوزس مثلا من ضمن الحاجات اللي ليها كوميونتي معين، يعني دايما في الاشخاص في المناطق اللي فيها كثافه سكانيه عاليه اللي فيها الهيروجين اقل، مع حد تقدم شويه في السن، مع بعض الاعراض اللي ممكن تكون لانه ممكن يكون سبايماتري او بون تي بي. طيب الرينال ستونز ممكن تعمل عندي شولدر بين، يعني الشولدر مش كفايه عليه ان هو ما بيدينيش كلو واضحه لمشاكلي، وانه اصلا الماسكل سكليتال ديفرنشال دايجنوز بتاعه واسع جدا زي ما انتم شفتوا، وانه حاجات كتيره فيه ما بتعملش سيمبتومز وممكن تبقى سيمبتوم لاسباب اخرى، لا كمان بيدخل على الخط معانا ايه؟ الفيسترال كوزز اوف شولدر بين جاست ثرو انتستاين. البكتيك انسر، عيان بكتيك انسر ممكن يشتكي من شولدر بين، السبلين ومشاكل السبلين وراكشر سبلين ممكن يعمل لي شولدر بين، جاينيكولوجيك كوزز، الاكتوبيك بريجنسي. خلاص بريجنسي يعني انت دايما لما تبقى حد فيميل في سن انها ممكن تكون بريجننت، ماشي، مع لور ادومينال بين، خلاص مع شولدر بين، مع بليدنج بتيجي بعد فتره البيريد او وات ايفر يعني، ف ابدا فكر في حاجه زي كده او شوف حاجه زي كده. وممكن بيبقى ذا سيم بغض النظر عن الاوريجن، يعني ده شبه ده. العيان اللي عنده كوليسيستومي او الحصوات بتاعه المراره بيشتكي من الم في الكتف شديد جدا، خلاص زي كانه عنده امبيدجمنت سندروم. فهنا بقى دورك انك انت تبدا بعد كده تابلاي وتعرف المشكله جايه منين. طيب دكتور، هي الامبيدجمنت
سندروم بتكون في الايج بتاعها عادي صغيرين وكبار، بتكون في الايج ايه؟ في الايج بتاعها صغيرين وكبار مش كده يعني. بيبدا من امتى مثلا عادي؟ اي سن يعني؟ انا بتكلم على الاثريت التينيجرز وما بعده، لان انا عندي اسباب بعضها مرتبطه خصوصا البوستيريور امبنجمنت، ده واخد دايما الشريحه بتاعت صغار السن والرياضيين. كبار السن دايما عندهم سابقوميال امبنجمنت، خلاص لانه بيبدا يحصل ايه الشكل بتاع الهوكنج اللي قلنا ممكن يبقى واير، بيبدا يحصل الديجنريشن في التندن نفسه زي ما قلنا مقارنه بالسن بتاعه. طيب نكمل. يبقى العيان عندي اللي السن بتاعه معدي ال 55 سنه 65 سنه وعنده شولدر بين، خلاص لازم ابدا طبعا نلخص المشاكل الكاردياك والبلمونري بتاخد رقم الفئه العمريه بتاعت كبار السن. حتى النهارده لما يجي لك حد بكونيك بين وتشتغل معاه وما بيجيبش نتائج، ابدا دور على الاسباب الثانيه للشولدر بين، خلاص؟ طيب حاجه بتفرق ما بين الشولدر بين ويز ماسكولوسكليتال اوريجن والشولدر بين ويز فيسترال اوريجن هي اللوكال تندرنس. يمكن دي من الحاجات القليله اللي ممكن بيها يعني تقدر تدفرنشيت بين التو اوريجنز اوف بين. طيب تعالوا نشوف اللوكيشن اوف بين. قلنا واحد اللي تحت الشولدر، ولكن في سبيسيفيك كاركترستيك كده بتاخد الشولدر بين راجع لكل مشكله فيه. لما نتكلم على البيبتيك السر دايما بتاخد ايه؟ اللاترال بوردر بتاع السكابيولا، خلاص؟ البيبتيك السر دايما البين بتاعها بيبقى على اللاترال بوردر بتاع السكابيولا. طيب المايوكارديال انفاركشن او سكيميا دايما بياخد معايا ايه؟ ها؟ الليفت شولدر، خلاص؟ مش اكيد. الليفت شولدر وينزل داون، دايما الاسكيميك او الاسكيميا بتاخد الليفت شولدر مش الرايت شولدر. طيب الليفر اكسس كل الاورجنز اللي ناحيه، يبقى انا لو بصيت على البين دكت بصيت على الليفر الاقيهم دايما بيعملوا البين بتاعهم حصوات المراره دايما المريض بتاعي يشتكي منه رايت شولدر بين. البنكرياس او تحديدا الهيد بتاعت البنكرياس هتلاقي دايما لو في انفلاميشن تدي في الليفت شولدر. الدافرام على حسب ممكن يدي بايلاترال او يدي كل واحد فيهم. طيب لما نشوف ال قلنا الليفر ديزيز خلاص هيدينا على الرايت شولدر، لما اجي ابص على البلمونري هلاقي عندي لو في اي بلوريزيتي او تيومر هيدي برضه في السيم سايد، ودايما عندي بتاخد الجزء بتاع الابر ترابيزيس. طيب الكدني لو في مشاكل في الكدني بتدي زي الكدني ستونز مثلا بتدي في الابسي لاترال شولدر بين، خلاص؟ طيب اتفضل. الكاردياك هو هنا بيقول لنا ممكن تدي الاثنين يعني، بس هي الكومن والاكريت هي الليفت ليفت سايد دايما الليفت شولدر هو اللي بيمسكه لما يكون في مايوكارديال بين. طيب طب تعالوا نشوف ايه السبب في الشولدر بين نتيجة المشاكل بتاعة الفيسترال اورجنز. عندي حاجة اسمها مالتي سيجمنتال انرفيشن، خلاص؟ ايه اللي بيخليني احس بالالم بتاع الكتف وانا اصلا بشتكي من انجاينا ولا بشتكي من تيومر او وات ايفر؟ ها؟ ممكن يكون بسبب الامبريولوجي بتاعهم، ده سبب. السبب الثاني الاعصاب اللي بتكون بتاعتهم بتكون طالعه من نفسها. دي خدناها في ايه؟ انزيمات.
انه اللي اخذناه فين؟ يعني المعلومة دي عندكم من ايه؟ عندي من البيت الصين من ايام من ايام السيولوجي. في معلومة تانية بتقول ان الجانجل يعني بيكون طالعين منها بيكون طالعين التونرب يعني طالعين من نفس الجانجل فبيسمعوا في نفس المكان بالظبط. عشان كده لما يكون الانتربريتيشن بتاعهم اي واحد فهم طالعين بيسمعوا هم طالعين في الاول تراك بيسمعوا في نفس المكان. تمام. الانبوس جايان المخ ما عندوش القدرة على التمييز طالما النيرف بعت يبقى فيه من هنا ولا من هنا لا ما بيقدرش خلاص. يبقى انا عندي حاجة اسمها مالتي سيجمنتال انرفيشن. هنلاقي مثلا الانرفيشن بتاع الدافران واخد ايه؟ سي 3 سي 5 خلاص؟ فهي نفس النيرف روتس اللي ممكن تعملي الراديكال بين. لو في مشكلة في الدافران او مش بس مشكلة في الدافران لو في من الاوردرز اللي عامل بريشر او كومبريشن على الدافران يبدا العيال يحس بشويه ضربين. واضح؟ طيب ادي هنا لما ببص على الاورجنز ده واجي ابص هنا اهو ها يعني السبلين لو ضغط على الدافران هيعمل لي ليفت شوت ضربين خلاص. ادي البنكرياس لو ضغط هيعمل لي ليفت شوت ضربين. هنا الليفر يعني مش موجوده بس لو الليفر ومعاها الكومن دكت والبين دكت بدات تبقى فيها مشاكل او حصوات تبدا تعمل لي ايه؟ الليفت الرايت انا اسف شولدر بين. طيب ده فرجماتيك اريتيشن تعمل لي برضه شولدر بين وقلنا ممكن تاخد اي من السايدز اليمين او الشمال وتعمل في نفس الابسي لاترال سايد. الامبريولوجيك ديفولبمنت احيانا بيكون سبب الالم بسبب البيولوجيكال. يعني ايه؟ يعني العيان او الشخص بيحس بالالم في المنطقه اللي كان فيها اثناء الفيتال ستيج او العمر الجنيني. الاورجن ده كان في مكان الشولدر فلما يحصل فيه مشكله يسمع او يرديل بالم في مكان كان اثناء ايه؟ الفيتال ديفورم. واضح؟ طيب حاجه ثانيه مهم ابدا ابص عليها هي الاسوشيتد ساين اند سيمبتومز. يعني ايه اسوشيتد ساين اند سيمبتومز؟ يعني العيان انا عرفت ان عنده هيستوري اوف كاردياك ديسوردرز وعنده شولدر بين لازم ابدا اشوف ايه هي الاذر ساين اند سيمبتومز الاسوشيتد مع الموضوع ده فتخليني اروح ناحيه الكارديك. ومش كل عيان كارديك عنده شولدر بين خلاص. طيب تعالوا نشوف ده السؤال اللي انت محتاج تساله العيان بتاعك بنهايه وقت التقييم. عشان كده التقييم ما ينفعش يتعمل في 10 دقائق او ما ينفعش يتعمل في ربع ساعه. ماشي احنا بنتعمل ده كل ده مجازا مع ضغط على الجنين مع ان انت مستعجل. لكن العيان المفروض ياخد وقت كبير كامل وتسمعه سماع العيان والكلمة اللي بيقولها العيان دي ممكن توصلك للتشخيص قبل حتى ما تبدا تقرب من العيان. طيب قلنا دايما انهي السك بتاعتك ب Do you have any symptom of any kind anywhere else in your body that will haven't talked about yet. عندك اي مشكلة مرضية شكوى معينة احنا ما اتكلمناش عنها خالص في التقييم بتاعك خلاص. لما نيجي نشوف سكريننج او احنا قلنا بندور على ايه دلوقتي؟ ها؟ الاسوشيتد ساين اند سيمبتومز. مع عيان البلمونري. ها؟ عيان البلمونري، عيان عنده هيستوري اوف بلمونري ديسوردر وعنده شولدر بين. ادور على ايه تاني او ايه اليلو فلاجز او الحاجات اللي تخليني ابدا لو العيان ده بيأليفيت الالم بتاعه بيتحسن خلاص لما ينام على السايد الافكتد. بمعنى هو بيشتكي مثلا من الرايت شولدر يقول لك انا الالم بيهدى جدا ها لما اروح نايم على الجنب اليمين. وده عكس مين؟ عكس الماسكوس كليتا كولج. بالعكس احنا دايما عيان
شوف البين نتيجة البينجمنت، يبقى يفضل دايما ينام على الناحية الثانية، ولو نام على جنبه أو كتفه اللي فيه مشكلة دي حاجة تزوده العضلة. طيب لكن في البلمونري هو عايز يعمل حاجة اسمها سبرنتنج، عايز يقلل التنشن على البلورة خلاص، فيبدأ دايما تلاقيه نايم على الجنب اللي فيه المشكلة. يبقى دي حاجة بوضيها ديفرنشيت ما بين هل الألم ده سببه بلمونري ولا سببه ماسكل سكليتال. طيب ألم الشولدر اللي يزيد بالريكومبنسي إذا قاله في الأكل خلاص؟ ما أنت برضو أنت قاعد تسمع العيان، العيان يقول لك أنا بمجرد ما أريح على السرير تبدأ آلام الكتف ونبح الكتف خلاص؟ مش طبيعية مع عيان الماسكل سبليتر، دايماً عيان الماسكل سبليتر مع الأكتيفيتي أريح وسبورت وأبقى في وضع ريكومبنت، المفروض ان ده يالفيت البين. طيب العيان رابط البين بتاعه ان هو كل ما يعمل ريكومبنسي الالم يزيد، يبقى ده ايه يعتبر يلو فلاج لمين؟ للشولدر بين. طيب لما اجي اشوف اعمل سكريننج او اشوف الاسوشيتد ساين اند سيمتوم مع عيان ايه؟ الكارديك. ماشي، الم الشولدر اللي يزيد بالاكتيفيتي بعيدا عن الشولدر برضو حاجه تستوجب الانفستيجيشنز. بتشتكي امتى من كتفك؟ ايه اللي بيزود الالم بتاع كتفك؟ مش دي من الاسئله المشهوره اللي بنشارك بنسالها العيال؟ العيال بيقول لك لما بحاول اجيب حاجه من فوق خلاص ده في السكه بتاعتي، لكن العيال بيقول لك انا لما بنزل امشي، انا لما بطلع على التريدميل بحس الالم في كتفي خلاص؟ انا وانا على البايسكل ما اعرفش ايه كل يوم احس بالالم. عمل اكتيفيتي بعيدا عن الشولدر، ودايما الالم مرتبط بهذا الاكتيفيتي. ما بتتوجعش؟ اه كل ما اجي اعمل مجهود احس بالالم في كده. ابدا هنا فكر المشكله فين خلاص. طيب البيريكاردايتس يعني يعني تفاصيل الحاجات دي ما تهمناش واحنا قاعدين بنبعد، بس هو ده يعني فكره الديفرنشال دايجنوست، انك تكون عارف حاجه عن كل حاجه عشان تعرف تجايد العيان وتبقى في السبيشاليتي بتاعتك. طيب البيريكاردايتس دي ساين كده مشهوره، يعني العيان ايه؟ ينزل على النيز ويحط ايديه كده زي وضع الكوادربيد، يحس بان الاعراض قلت. فدايما لما الاعراض تقل او الشوجر بين يبتدي والعيان يجي يحكي لك انا ما برتاحش غير في الوضعيه دي والام الكتف تبدا تهدى، لازم تفكر في الكارديو كوز ده. طيب الم الكتف اللي مرتبط بيه النوزيا والتوس بين والبلنشنج والنوزيا والبريشر او بيسموها الريتروسترنال بين خلاص هيفنس، ده برضه لازم تدور على كارديان بين. واضح؟ يبقى العيان الالم بتاعه الم الكتف اسوشيتد مع سترنال شورت سترنال بين او ريترو سترنال بين في الفئه العمريه بتاع 65 و70 و80 لازم تبدا تفكر في الكارديان كوز خلاص؟ وانت بتاخد الميديكيشن من ضمن المعلومات اللي بتاخدها للعيان ايه الادويه اللي انت بتمشي عليها؟ عيان الكاردياك بين اللي هو معروف ان هو عيان كاردياك بين المفروض ان هو بيمشي على حاجه اسمها النيترو جليسرين زي اللي هو الاشهر اللي فوق اللي هو الداينيتر اللي هي الحبايه بتاعت ايه؟ بتاعت تحت اللسان لما يحس بالالم بتاعت شفت. طيب يبقى انا لما اخد النيترو جليسرين ده ويبدا يحس ان الاعراض بتالفيت او بتهدى او الشولدر بين بيجن مع النيتروجليسرين انتيك، يبقى ده برضه سبب كافي يخليني ابدا افكر. العيان ما بيبقاش عارف المعلومات حتى اللي انتم ممكن تكونوا شايفينها بسيطه دي، العيان جاي لك متحول بالم فظيع في كتفه وانت في عياده العظم هتشتغل معاه على ان هو عظم، هيفضل السبب الاساسي مخفي وانت ايه بتعالج من حاجه ثانيه خالص. طيب في برضه ساين مهمه لازم ناخد بالنا منها،
بلاد بريشر. العيان اللي تلاقي عنده البلاد بريشر ما بين التو لينز مختلف بدرجه تعدي ال 10 ملي مرري، ده عيان ممكن يكون ايه؟ اورتيك انيوريزم او ثوراسيك او بلود سندروم اللي هي الفاسكولار كومبريشن. خلاص؟ يبقى دي ساين برضه مهم. انا عندي عيان عنده شولدر بين وانا بفحصه او ببص في الشيب بتاعه فهو عيان انفيشن اي مكان، ببص لقيت ايه؟ البلاد بريشر مختلف. خلاص؟ في فرق ما بين البلاد بريشر في الدوميننت والنون دوميننت. الفرق ده يتجاوز ال 10 مللي مركري، ابدا شك وابدا افكر في ايه؟ في الحاجتين دول. طيب سكرين فور جاسترو انتستاينال كوزز اوف شولدر بين، لما اجي اشوف ايه الحاجات اللي في الجي اي تي ممكن تعمل شولدر بين، زي ما قلنا البيبتيك انسر، الجولد بلادر ديزيز، والدافراجماتيك هيرنيا، خلاص كل دول ممكن يعملوا لي ايه؟ شولدر بين. طيب قلب الكتف اللي يزيد كلها مغربه ايه؟ نوبس كده، ها؟ حطها في دماغك، ذاكر عظم وركز كويس جدا، بس حط في دماغك الحاجات دي. قلب الكتف اللي يزيد بعد من ساعتين لاربع ساعات اللي هي المفروض البيك اكشن بتاع النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز والبين كيلرز، ده بيزيد ازاي؟ وبعد ساعتين ثلاثه ده المفروض يكون الدواء اشتغل، ده عيان ممكن يكون عيان بيبتيك ألسر. خلاص عيان بيبتيك ألسر، و انت برضه تتعامل مع اللي هو عيان ماسك فيزا شولدر بين. طيب طبعا التفاصيل دي مش هتوصلها غير لو فعلا انت يعني بتدردش مع العيان، يعني حتى هل الشولدر بين مرتبط بالميلز؟ ها لما بتاكل القلم يزيد؟ اه لو وضح لك معلومه زي دي ممكن يكون جي اي تي كوز اوف شولدر بين، مفيش مشكله مفيش قلم ولا اي حاجه، ياكل الاكله من دون خصوصا الاكله كده يبدا يحس بالم في كتفه. خلاص ده يخليني اروح لايه؟ الجي اي تي كوز اوف شولدر بين. ماشي الشولدر بين اللي جاي من الليفر او البيلري سيستم دايما ليهم كده مكان مميز، الميد باك او يسموه انترست كاتلر ما بين ضحية الكتف كده، فبرضه قلم مشهور ممكن تيجي تفتكر انت ان هم تريكر بوينتس، وممكن تلاقي تريكر بوينتس بس او تندر بوينتس، مش هي المشكله الاساسيه، لازم انت بقى دورك تدفرنشيت وتفهم وتوصل وتبقى واخد الميديكال هيستوري بتاعت العيال فتعرف هل هو السبب ده ولا ده. طيب انفكشن ديزيزز، هل الانفكشن ممكن تعمل شولدر بين؟ اه واشهرهم طبعا سيبتيك ارثرايتس. خلاص سيبتيك ارثرايتس واعراضه بتبقى حاده جدا خصوصا مع الاطفال. خلاص الاطفال مهمين جدا انك انت في ساين ما ينفعش تظهر على طفل، في ساين ما ينفعش تظهر، ولو ظهر على طفل لازم تعتبرها انها ريد فلاج. السيفير بين وهوتنس على اي من الجوينتس اذا ريد فلاج في الاطفال، مش طبيعي ان الطفل ده لحد عنده اثرايت تشينجز والكارتج والدنيا المفروض جميله، ايه اللي يخلي الطفل يشتكي من هذا الالم السيفير؟ خلاص وهم عرضه برضو نتيجه الاميونيتي للسيبتيك ارثرايتس. خلاص طيب دايما الانفكشن مرتبطه بال فافرش. خلاص عيان الحراره مش عايزه تنزل تمام والم شديد في كتفه، ابدا افكر انه ممكن يكون في انفكشن سيبتيك ارثرايتس. خلاص او اوستيومايلايتس. طيب
oncologic causes of shoulder pain. يعني shoulder pain سببه ايه؟ كانسر زي ما قلنا. خلاص؟ زي ما وضحنا من شويه قلنا ايه؟ انه البين ده ها؟ الم سيفير، الم ما بيتراجعش، الم يصحيك من النوم ومفيش حاجه بتهديك. خلاص؟ كل دي حاجات تخليك مع حد عنده الهيستوري. ها؟ الصوت. كل ده يخليني ايه؟ ابدا افكر في الماليجنسي. طيب. الجزء الجاينيكولوجيك قلنا ايه؟ الاكتوبيك بريجنسي من الحاجات اللي ممكن تعمل شولدر بيبي. طيب كده خلصنا الديفرنشال كوزز بتاع الشولدر بيبي.